السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بحول الله تعالى سنتعرف على كيفية الحصول على مساحات مجانية على جوجل درايف. سنتعرف اليوم على كيفية الحصول على مساحات أكبر من ذلك وكل ذلك بالمجان. سأذهب معكم إلى فاصل وسأعود لكم بحول الله تعالى، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مرة أخرى، سأذهب معكم وبدون إطالة إلى الكمبيوتر لكي نتعرف على الطريقة التي ستكون سهلة بحول الله تعالى. إذن ها هو ذا حسابي على جوجل درايف. لاحظ أن المساحة المستخدمة مثل ماذا يقول، تم استخدام 1.5 جيجا بايت من إجمالي 15 جيجا بايت. طيب أنتم تعرفون أن جوجل درايف تعطيك فقط 15 جيجا بايت. الطريقة هي أن تذهب وتقوم بفتح حساب جيميل آخر، تقوم بفتح حساب جيميل آخر، وأنتم تعرفون أن فتح حساب جيميل آخر هو بشكل مجاني وبدون نقود. إذا لنتخيل أن هذا هو الحساب الرسمي بهذا العنوان، لاحظ هذا العنوان. طيب سأذهب إلى الحساب الثاني، مثلا هذا الحساب، طبعا دائما على جوجل درايف. ماذا ستقوم بفعله؟ ما هو الشيء الذي ستقوم بفعله؟ طيب لاحظ أن هذا الحساب لم أقم باستخدام أي شيء، تم استخدام 0 بايت من إجمالي 15 جيجا بايت. طيب ماذا سأفعل؟ سأقوم بإنشاء ملف جديد، مجلد، سأقوم مثلا مجلد، سأقوم بتسميته مجلد تشاركي مثلا رقم 1، ثم أقوم بعملية إنشاء. طيب سأدخل الآن إلى المجلد من جديد، بعد ذلك سأضغط على هذا المكان، ثم أضغط على كلمة مشاركة. الآن سأقوم بكتابة الإيميل الخاص بي، الإيميل الرئيسي، أنا أقصد أن يكون الإيميل الرئيسي. سأقوم بكتابة الإيميل الرئيسي. طيب وضع له إمكانية التنظيم والإضافة والتعديل، ولا تضع له فقط إمكانية العرض هكذا. إذن والآن أنا قمت بإضافة الإيميل الرسمي الخاص بي، بعد ذلك سأضغط على إرسال، وهذا يكتب لك هنا تم المشاركة مع شخص واحد. بعد ذلك سأذهب مباشرة إلى الإيميل الأول لألاحظ ما الذي حدث. لاحظ مجلد تشاركي رقم 1، فوجدت أن، لاحظ الآن أن الإيميل الرسمي الذي دخلت عليه الآن، فوجدت أن الآن تم تشارك أو مشاركة ذلك الملف الذي هو يبلغ حجمه 15 جيجا، يبلغ حجمه 15 جيجا. وجدت أنه قد تم تحميله ومشاركته معي على الجيميل الرئيسي الخاص بي. طيب ما دام عندي 15 جيجا بايت على هذا المجلد التشاركي رقم 1، ولدي الآن هنا 15 جيجا بايت، فسيصبح المجموع هو مجموع 30 جيجا بايت. هكذا أصبحت أتحصل على 15 جيجا بايت بطريقة مجانية. فإن رأيت أنك تحتاج إلى المزيد من المساحات، بإمكانك أن تقوم بعمل فقط إيميلات جديدة، ثم تقوم بوضع مجلدات جديدة تقوم بمشاركتها دائما مع الإيميل الرئيسي الخاص بك، وبذلك ستحصل على مساحات مجانية. وبهذه الحيلة ستحصل على مساحات مجانية، أقول على الإيميل الرسمي الخاص بي. أتمنى أن هذه الطريقة قد أعجبتكم. ربما الطريقة هذه يعرفها الكثير، لكنني أردت أن أشاركها معكم لأن الكثير يبحثون عن كيفية الحصول على مساحات مجانية لكي تقوم بوضع، لا أعرف أن صورك أو مساحات أو ملفات مهمة بالنسبة لك، أو أفلام أو مسلسلات أو كورسات، لا أدري. المهم أنك ستحصل على مساحات غير محدودة. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بإنشاء فقط إيميلات جديدة، وتقوم بوضع ملف، تقوم بمجلد عفوا بمشاركته، تقوم بمشاركة ذلك المجلد على الإيميل الرسمي الخاص بك، وبذلك ستحصل على مساحات لا متناهية بحول الله تعالى. أتمنى أن الفيديو قد نال إعجابكم، وأتمنى من كل قلبي أن تدعموني باللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم وبتعليق محفز، لأن التعليقات تحفزنا على وضع المزيد بحول الله تعالى. ولن نبخل عليكم بأي شيء نعرفه بحول الله تعالى، بل سنبحث أيضا على معرفة الجديد الذي من شأنه أن يساعدكم على ترقية من شأنها أن يساعد على ترقية المحتوى العربي بحول الله تعالى. إذن كان معكم محمد سلاج، أحمد الجزائري. لا تنسوا الضغط على زر اللايك واشترك في قناتنا مجددا، وصر على ذلك إن كنت تشاهد قناتي لأول مرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.